الاسبانيش لاتيه. الاسبانيش لاتيه عباره عن ايه؟ لبن ساقع، حليب مكثف محلى، تلج، بودره قهوه سريعه الذوبان، وميه مغليه. هنعمل كده. لو حسيت ان انا محتاجه تاني من القهوه هحط ميه مغليه عشان يدوب على طول. هضربها كويس في الخلاط. تمام قوي كده، شايفين؟ شايفين؟ الله على الرغوة، الله. أول حاجة هعملها هحط شوية من الرغوة دي هنا كده، خلاص؟ وبعدين هنحط حبة كده من القهوة مع اللبن، هنضرب ضربة كمان. بس كده، يلا بينا نعمل احلى سبانيش لاتيه، هيعجبكم جدا. ممكن نحط صوص كراميل، صوص شوكولاته، يعني اللي انتوا عايزين. طيب اول حاجه هعملها ان انا هحط حبه كده من اللبن مع الحليب المكثف مع القهوه، خلاص. وبعدين اهم حاجه التلج كتير، حتى لو عملت كوبايتين بس اوريكم النتيجه. يعني بصوا، شايفين اصلا حبه كده بقى. ويلا بالهنا والشفا نعمل واحد كمان. اوكي، هنعمل بقى، نحط التلج ده كده. هنعمل اتنين بس عشان ايه؟ يدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. يلا بينا اهو.